اسمع شريف، اسمع اسمع اسمع، نقول لك اسمع. دخلت مزكني، دخلت مزكني مزيان، دخلت مزكني وعاد التقدي في الكومونتيرات ديالك زوينه. اوكي، ودخلت مزكني يا شريف، وتحياتي لمرضي الوالدين. دخلت مزك الفيديو مزيان، فهمتيني؟ شي فيديو ما صدقتيش، شي كلب على والديا. امي هي كل شيء، امي قبله كل شيء، امي التحت معايا باش كبرت، والوالدين ما يتعذبوا لا قبلي باش كبرت، والوالدين ما يتعذبوا لا قبل بزاف المستقبل ديالي. والله خرجت كلبه تحرد على والديا. على التقدي في الكومونتيرات، انا عارفك غير عارفك التقدي في الكومونتيرات. علاش؟ انا باغي ندير فيك نفس باش تعطي والديك قيمه. الوالدين غالي في الدنيا، الوالدين كنز الدنيا هذه. وتحياتي مرضي الوالد الاحرار، نعاد خوكم نرد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. تحياتي خوتي المغاربة، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، وشكرا بزاف على الكومنتيرات الزوينين ديالكم، ومرحبا بكم وألف مرحبا مع خوكم نور الدين الشينوي. موضوعنا خوتي اليوم إن شاء الله، موضوعنا لذوك الناس اللي كيتزوجوا وتيقلبوا على والديهم. بصراحة خوتي كنشوف شي مشاكل كتوقع خوتي المغاربة. واش نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، والله العظيم تبقى فيه الحال. الانسان خصو يفكر بزاف، يفكر مزيان، يفكر مزيان لوالديه كيفاش تعدوا معاه، وكيفاش كبروه، وكيفاش وصلوا لديك المستوى، وكيفاش تكبر باش تزوج باش يقلب على الام ديالو. كاين شي ناس يقاتي يتزوجوا يقلبوا على والديهم. انا ما عنديش حاجهكم كلبه تقلبني على امي. أم ديالي هي كل شيء، أم ديالي قبل كل شيء، أي حاجة قبل على الأم ديالي. أم ديالي هي دحات معايا باش كبرت، أم ديالي هي اللي صبرات باش كبرت، أم ديالي صبرات مع الوالد ديالي باش أنا قوت المستقبل ديالي، وفي الأخر ما غاديش نقلب على الوالدة ديالي. بكل صراحة أخوتي المغاربة، هاد الموضوع هذا كيضر بلادهم شويه. انا ما عنديش حاجهكم كلبه غتبدلني على الام ديالي ولا على الوالد ديالي ولا على خوتي. الوالدين هما الاولين، كاع اللي بغيت الفرق حبي بلا مشاكل بلا تلعبه. ولا تبعتي المراه ديالك غتولي حياتك عذاب، غتولي كلب من الكلاب. كاش شي وحده كانوا عايشين معززين مكرمين مع الوالدين ديالهم، اقسم بالله عايشين معززين مكرمين مع الوالدين ديالهم، عايشين بخير وعايشين براسهم مرفوع. في الاخر تولي تتابع الطريق ديال المراه ديالو، وتمشي تكون مع تسابو، تولي بحال الكلب، داخل بحال الكلب وخارج بحال الكلب. علاش ما تكونش مع والديا معزز مكرم وبخير مع والديا، ونبقى زوين مع والديا؟ سهل عليك الله، مسك عليك الله، نفرق مع والدي حبي، وخا نفرق عليهم بلي هذاك اللوكال اللي غادي نسكن فيه انا وليداتي، ولكن مره نمشي عند والدي حبي ونريح معاهم ومستقبلهم بزاف الحوايج. علاش انا كلب حاجهكم تقول لي انا ما عادش مع والدي وما عادش مع امك، امك راه خايبه، امك راه هذه وكتشكي عليا، وقال لك تسلط الوساده وحياته عذاب. الهضره ديال الوساده راه ماشي الهضره ديال الواقع، وخرج هضر الواقع، خرج كون راجل. انا لا تبعتيني المرضك بحياتك انايا. وتحياتي للناس اللي كيعزوا والديهم، وتحياتي للناس المرضيين للوالدين، وتحياتي للناس اللي كيسمعوا لوالديهم. ولا كنتي كتسمع لوالديك فعمرك تخيب. الهضره ديال الرجال هادي، هاد الموضوع هذا خطير، هاد الموضوع هذا بس صنت ليا تمزكني مزيان. ولا تبعتي الهضره ديال مراتك غتعيش بحال الكلب، حاشا المغاربه اي واحد.
رجعيت انا راه كبرت لي دحات في حياتي على قبلي والناس ما كنشد لهاش الوالده ديالي اللي كانت عندي عام اللي كنت ندير السكاته ديك الساعه كانت زوينه ماماك يا مات السكاته اجي يا مات السكاته ماما كانت زوينه ياك ماما زوينه كانت زوينه ديك الساعه ملي كبرات وليت تقول امي خايبه ها عاد شي كلبه ديال الخلا تحرك على خوتي وعلى امي وعلى با امي حشومه كاع الوالدين من الاولين الوالدين ملي قابلين على الهبيل ديالي والوالدين امي تضحاو بحياتهم باش كبروني الوالدين ديالي ملي ضربوا التمار باش كبروني انا والله شبحنا من الوالدين وتحياتي للوالدين شتي كلبه تقدمني على امي وفي الاخر قاعد تابع بحال الكلب كل اكيد تعيش حياتك في العذاب كل اكيد ماشي 10% و 100% 1000% تعيش في العذاب شي وحده تقدم لي انا لاخوتي وتقدم لي على والديا وتقدم لي الله يسمح ليا والديك ولدك راجل خصك تبقى راجل نعيش معزز مكرم في الدار ديال الوالدين ديالي معزز مكرم اللي بغات الام ديالي مرحبا اللي مبغاتاش الله يعاون اللي لقاونا يفرقونا وتحياتي للوالدين وتحياتي المرضيين للوالدين وتحياتي الدراري اللي تعذبوا لقب الوالدين وتحياتي ليكم